بسم الله الرحمن الرحيم. أعرفكم على الشاب الجميل أبو عبد العزيز. التقيت فيه في ملتقى الطب التجميلي، أهمل أسنان وفترة طويلة من طفولته لحد الآن، والآن هو عازم إن شاء الله على الزواج، واكتشف أنه هو بحاجة أن يعيد النظر في موضوع الاهتمام بصحة الفم. أبو عبد العزيز، أحكي لي عن تجربتك. يعني انت شنو، ليش تتوقع هذا التسوس الكبير في اسنانك؟ التسوس اني انا ايش اسمه بشرب حمضيات وغازات، اهم شيء المشروبات الغازيه مره، يعني مهمل على الغازيه. شنو المشروبات المفضله عندك؟ كودريك وحمضيات وريد بول، مشروبات الطاقه والمشروبات الغازيه. هذه هي المفضله. وكيف علاقتك مع فرشات الاسنان؟ والله ان الصراحه ريحه المعجون كمان اكرهها، يعني ما كنت والله ما اجل او بجن. وبعدين انت الان ندمت انه والله الصراحه ندمت يعني فعلا. شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خلصنا المرحله الاولى من علاج ابو عبد العزيز اللي التقيت فيه في منطقه الطب التجميلي. الحمد لله رجعت له ابتسامته الطبيعيه. وكيفك يا ابو عبد العزيز؟ والله بخير الحمد لله. شو توجه رساله للشباب بعد ما رجعت ابتسامتك؟ والله اول شيء اوجه لهم رساله ان يذكر الله فيك، يعني يقولون ما شاء الله على الابتسامه. ما شاء الله، وانا الفضل اللي انت سويته في سنوني. الله يحفظك. والله يبتعدوا عن شنو الشباب؟ والله انصحهم ان يبتعدوا على مشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه، يعني هذه اشياء صراحه تدمر الدرس. من تجربه خاصه انت، يعني السكريات والحلويات. اي والله اني انا جربت وشفت بعيوني، يعني ما سمعت كلام الدكتور ورحت وشفت بعيوني، والحين انا جيت ندمان. يا وان شاء الله تعزمنا العرس حفله الزفاف بالتوفيق. ان شاء الله. شكرا يا رب.